عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. فيديو جديد وفيديو النهارده بجد انا عارفه ان انتوا هتحبوه وهتشجعوني وهتدوسوا لايك عشان نعمل بارت 2 بارت 3 من الفيديو اللي هو ايه بقى؟ اللي هو منتجات للعنايه بالشعر واقل من 50 جنيه. فحطي لايك للفيديو دوت واكتبي لي كومنت لو حابه نعمل برضو للبشره وللشعر الجسم اقصد وبرده بمنتجات اقل من 20 جنيه. فهستنى رايكم في الكومنت. ويلا بينا بقى على موضوع الفيديو النهارده اللي هو منتجات العنايه بالشعر واقل من 20 جنيه. انا حاسه شكلي تعبان جدا قوي النهارده بس شكلي داخله على دور برد. المهم ادعوا لي ويلا بينا على الفيديو بتاعنا. اول منتج من المنتجات اللي هكلمك عنها اقل من 50 جنيه الليف ان دوت من بلس. الليف ان دوت انا مخلصاه، بصوا خالص تحفه جدا، بيرطب الشعر كويس جدا. مفيش كلام ان هو بتاع الشعر كيرلي، ولو انت شعرك مش كيرلي ما تستخدمهوش، لا الكلام دوت مش ظابط خالص. عادي هو جميع انواع الشعر وبيرطب الشعر كويس. الليف ان ده ناس كتير اختلفت عليه، ناس كتير تقول لك حلو قوي 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 قوي، وناس كتير تقول لك اسوأ حاجه في الدنيا. انا معايا هي فعلا دي تجربه شخصيه، بس انا كان كوكي من الحاجات الحلوه قوي اللي عجبتني، اللي رطبت شعري كويس، اللي كان بيخليه مفروض كده وناعم وفي حته كده حته لمعه كده شويه. فمن المنتجات اللي انا بصراحه حبيتها وبحبها جدا جدا جدا، وكان سعره كنت جايباه ب 36 جنيه الحجم دوت. ممكن يبقى غالي دلوقتي شويه، نفس الحجم ممكن تلاقيه ب 45 ب 50، بس ستيل احنا لسه في السيف سايد يعني في ال 50 جنيه. بعد كده من المنتجات برضو اللي انا بحبها قوي قوي وب 50 جنيه او 45 جنيه كمان جايباها، وهو الليف ان ده. طبعا هو متبهدل لانه اتقسم 3 حتت، ده هو كان اكبر من كده بس عشان اعرف استخدمه كله لاخر حاجه. الليف ان ده بتاع لوريال طول الاحلام، تحفه تحفه جماعه، ريحته لسه فيه، ريحته لسه فيه وهو خلصان وخلصان من بدري. ف بجد من المنتجات الحلوه الجامده اللي حجمها كبير، بيرطب الشعر ويخليه ريحته لمده 3 ايام، انت ريحه شعرك عمر 14، فانا محتاجه اكتر من كده ايه؟ تحفه قوي 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 من المنتجات الحلوه اللي انا بنصحك تجربيها. وحجمه 300 مللي بتاع بلس، حجمه 200 بس تمام. فدوت تحفه جدا 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 ومن المنتجات. بصوا انا هوريه لكم كده من قرب اهوت، تحفه تحفه من المنتجات الحلوه قوي اللي رطبت الشعر وكمان بتعطره، ولو شفت قدامه ارجع اشتري تاني ما عنديش اي مشاكل. بعد كده من الحاجات الجامده قوي اللي انا لسه تقريبا ما جربها ما بقاليش اسبوعين ولا حاجه، وهو ال 11 الشامبو. جماعه يعني ده خطير. اولا من جوه لونه شفاف، ريحته تحفه، بيخلي الشعر فظيع. انا عمري ما شفت شامبو بيخلي الشعر بيلمع من بعد ما بتاخدي الشاور، ويفضل الشعر كل ما تتحركي كل ما تحسي ان في ضي كده في شعرك، انتوا متخيلين؟ وكان سعره 45 جنيه وانا جايباه بالغالي عشان بس كان فتره اعياد. ف تحفه تحفه تحفه، وريحته حلوه، وحجمه 400 مللي وسعره 45 جنيه انا جايباه زي ما بقول لكم، وانت ممكن تجيبيه باقل من كده كمان. فاهم؟ خطير وبنصحك تجربيه، بينظف كمان الشعر كويس جدا، ودي اهم اصلا حاجه. مش عارفه هتشوفوه ولا لا، بس هو من جوه ميه كده لونه شفاف، بصوا حتى شفاف فاهم. وكمان الباكج بتاعته يعني قمر قمر، بصوا تحفه. وانا جبته زي ما قلت لكم ب 45 جنيه، غير ان هو بقى سالفيت فري وبارابين فري وكل حاجه، اي حاجه من الحاجات ديت مش موجوده فيه خالص. وحجمه زي ما قلت لكم 2 400 مللي، والتاريخ الانتهاء بتاعه 24 شهر من بعد الفتح تمام. يعني انت لو جبتيه وشلتيه مش هيحصل فيه اي حاجه اوكي، لكن لو جبتيه وفتحتيه يبقى ساعتها هنعد 24 شهر يعني سنه من تاريخ فتحك للعبوه. بعد كده بقى البلسم بتاعه، انا كنت جايبه البلسم والشامبو، بس البلسم انا جبته الاول فباين على قد ايه مجهد معايا. بصوا تحفه، بيرطب جدا بس مش الترطيب الخطير اللي انت محتاجاه بقى، واللي هو خطير ومفيش زيه، لا خالص مش مفيش الكلام ده. حلو ترطيبه حلو، وفي حاجات احسن، في حاجات احسن كتير، بس ستيل ده حلو قوي. وكمان بصوا لونه ابيض كده، ريحته تحفه قوي قوي، وتفضل في الشعر كده حبه حلوين يعني كام ساعه كده بعد الشاور. فبصراحه انا بقيت بتلكك عشان استخدم يعني المنتجين دول، تحفه. وكل واحد ده كنت جايباه انا ب 39 جنيه، مش عارفه
اه ده كنت جايباه الكونديشنر ب 39 جنيه، فحلو جدا ومنتج طبعا ما فيهوش اي مكونات، ما فيهوش اي مكونات ضاره كتير، ودي حاجه مهمه. بعد كده من الحاجات الجامده جدا للشعر هو اللي انا زهقتكم بيه ودايما اتكلم، بصوا كل مون يعني كل فيديو لفيديوهات الشعر اطلع اقول لكم عليه، وهو الاوليف اويل دوت سبراي للبنات بقى اللي لسه جديده اول مره تشوفني، بيترج كده كويس وتبداي ترشيه على الشعر دايركت، بيدي لمعه بيدي كده سموزي للشعر. عارفين لما كانوا في الافراح بيحطوا على الشعر كده ايام زمان جليتر، يعني يمسكوا كده الجليتر ويروحوا رشين وشك بيه مغرقينك كده كلك بيه عشان تبقي بروبرو او بتلمعي، هو كده بالظبط بيدي لمعه بس لمعه طبيعيه ما فيهاش اي جليتر مفيش الكلام ده كله، عباره هو في الاول وفي الاخر الزيت بيترش على الشعر تمام. فحلو قوي 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 العبوه، ودي كلها بصوا قد ايه ب 42 جنيه، ده حجم 275 مللي، في حجم اصغر ب 23 جنيه 24 جنيه، انا جربته في الاول مره استخدمه خالص في الحجم الاصغر كان عبوه قد كده وكان بصراحه تبقى اسهل في السفر، فحلو قوي قوي لما بقى جربته وقد ايه طلع تحفه وجامد، فجبت بقى دي كده تقعد معايا سنتين اصلا، الاولى قعدت معايا سنه كامله. بعد كده من الحاجات الحلوه قوي اللي انا ما بستغناش عنها ودي تاني عبوه ليا هو فيانسي حمام الزيت دوت، بس المره دي انا جايباه بالاوليف اويل بزيت الزيتون تحفه، يكاد يكون باين لكم ان انا مش مستخدماه اصلا بس هو دي استخدام مره تمام، العبوه الجديده ديت اوكي خطير، بيتقل الشعر بينعمه بيديه ترطيب حلو قوي قوي. انا بستخدمه ازاي؟ انا بستخدمه مره واحده بس في 10 ايام، كل 10 ايام بجيب كده منه حبه حلوين احطهم في كوبايه او طبق ازاز او اي حاجه وادخلهم ميكرويف كده اقل من 30 ثانيه تمام، وبعد كده باخد من الكوبايه ديت وابدا ان انا احط على الاطراف وابدا اعمل مساج بالمنظر ده كويس جدا، وادخل واخرج واعمل كل دوت حبه حلوين حبه وقت حلو، وبعد كده البس بونيه او اي كيس بلاستيك او كده كده الجو حر فقشطه عادي، واسيبه على شعري ساعه نص ساعه على حسب ما استحمل، نص ساعه ونص بيتقل الشعر وبينعمه وبيخليه بجد حلو قوي، ده كان سعره 12 جنيه انتوا متخيلين، فبجد من المنتجات اللي ما اقدرش استغنى عنها وكميته حلوه، كميته قد ايه عايزه اقولها لكم مش مكتوب تقريبا الفكره في دوت ان هو فيه اكتر من 7 زيوت او ده حجمه 180 مللي مكتوب بس من جوه، فمن المنتجات بجد الخطيره اللي انا ما اقدرش استغنى عنها في الشعر، وده اقل طبعا من 50 جنيه 12 جنيه حضرتك. بعد كده بقى التايب داي برو سالك تقريبا بنطقها وكل مره بنطقها غلط، وهي محلول كده للقشره هيت ده كده شكله، طبعا هي خلصانه حلو جدا كنت بستخدمه للقشره، كنت بستخدمه ازاي باخد كده قبل الشاور قبل ما اجي اخد شاور، عارفه مثلا انا كمان نص ساعه هاخد شاور فاحطه كده على الشعر وابدا ادلك شعري برده كويس جدا 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 تمام، كنت بعملها مره واحده بس في الاسبوع عشان بينشف شويه الشعر، وابدا ادلك شعري كويس و اسيبه نص ساعة وادخل اخد شاور من بعد كده وخلاص تمام، بيقضي تماما على القشرة، سعره 16 جنيه من الصيدلية، اسمه دايبرو سالك اهوت، عشان لو انت عايزة تاخدي زوم بقى ايوه كده اهوت تمام. فمن المنتجات الحلوة قوي اللي بتقضي فعلا على القشرة. اخر منتج معانا اخر حاجه هكلمكم بقى عنها هي حمام الكريم ده منك، ده بقى برضو ناس كتير اختلفت عنه وناس كتير قالت ان هو تحفه وخطير، انا ككوكيت من تجربتي معاه ان هو جامد جدا. اولا يا جماعه حجمه كبير قوي، يعني بصوا انا خلاص بخلص خلاص فيه يعني ناقص حبه صغنطين قوي يخلص وهرجع اشتري طبعا منه تاني، تحفه جدا بيرطب شعري كويس جدا. بس انا بقى ككوكي عملت ايه؟ قلت ان هو منتج بكام؟ حجمه قد ايه؟ استنى هقول لكم حجمه 400 مللي تقريبا او 500 تمام، ده بزيت الجوز الهند وبالجمال ده وبالسعر ده، طب ما تيجي نعلي اكتر الريتش ونظبط كده الدنيا اكتر. فعملت ايه؟ جبت عليه حبه زيت جوز هند تمام من نيفرتاري وحطيتهم عليه وبدات ان انا اخلطه كويس جدا جدا في العبوه، ما حركتوش من العبوه وبدات استخدمه، اداني ترطيب
اكتر بكتير من العادي، من مثلا ما كان كده لوحده. فانتوا ممكن تعملوا التريك ديت، لو انت عندك اي حمام كريم ضعيف تقدري تجيبي اي نوع زيت طبيعي كويس بيور من عندك، وتحطي كده حبه معلقتين ثلاثه منه، وتخلطيهم كويس جدا جدا بحيث ان الكريم والزيت يختلطوا مع بعض، هديكي ترطيب اعلى، نعومه للشعر اكتر. فبجد هو من المنتجات الحلوه قوي اللي انا جايباها في زيت جوز الهند زي ما قلت لكم، وحجمه 500 مللي، وكان سعره 23 جنيه 24 جنيه 25 جنيه انا مش فاكره بالظبط، بس حلو قوي قوي وانا على طول بستخدمه. ودي بصوا خلاص بخلص فيه، ودي كده اكتر المنتجات اللي انا حبيتها وسعرها اقل من 50 جنيه للعنايه بالشعر. لو حابين بقى ان انا اعمل لكم زي ما قلت لكم بارت 2 من منتجات العنايه بالبشره اقل من 50 جنيه ومنتجات العنايه بالجسم اقل من 50 جنيه، اكتبوا لي برده في الكومنت. اجمع كده هننزل بفيديو تاني على طول قريب في اقرب وقت ممكن، انا دلوقتي مبقتش متاخره عليكم خالص في الفيديوز، تقريبا يعني يوم ويوم او كل يوم بنزل فيديو على يوتيوب. ف حطوا لايك للفيديو ده وتشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر واكتر، واكتبوا لي في الكومنت افكار، لان انا بحس ان احيانا انا دماغي وقفت عن التفكير، انا مش عارفه افكر اعمل فيديوز ايه، انتوا فاهمين؟ مع اني انا بكتب كل حاجه وبعمل زي سكريبت كده للفيديوز اللي انا عايزه اعملها. فاكتبوا لي في الكومنت افكار، واكتبوا لي في الكومنت الفيديوهات اللي انتوا عايزين ان انا فعلا اعملها وتكونوا متحمسين ليها. وبس كده يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، وتتابعوني على قناتي الثانيه كوكي سامي فلوج ويوتيوب وكواي و انستغرام طبعا، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.